تحدث في عن جملة من التدابير التي أقرها الوزير الأول عبد العزيز جراد وفي اجتماعه مع الحكومة أمس الأربعاء، والذي أكد فيه عن اتخاذ التدابير المستعجلة من أجل مخطط الإنعاش الاقتصادي. وسأناقش الموضوع متابعينا الكرام مع ضيوفي المتواجدون معي هنا في الاستوديو، والأستاذ سعد السلامي كأستاذ في الاقتصاد. أهلا بك، مساءك سعيد أستاذ. أهلا بك، مساء الخير، شكرا. أهلا. ومعي كذلك الأستاذ محفوظ كوبي كخبير في الاقتصاد، كذلك معي هنا في الاستوديو. أهلا بك أستاذ، مساءك سعيد. مساء الخير، مساءك أسعد أنت وكل مشاهدي قناة الشروق. شكرا لك. ويلتحق بي كذلك عبر سكايب الأستاذ دبيل جمعة كخبير اقتصادي. هل أنت معنا؟ أهلا بك أستاذ، مساءك سعيد. شكرا لك أستاذ. إذا دعوني متابعينا الكرام أبدأ نقاشي مع الأستاذ سعد سلامي. أنت كخبير في الاقتصاد، ودائما ما ربما الحكومة في اجتماعها أمس مع الوزير الأول عبد العزيز جراد، والذي أكد فيه هذا الأخير أنه في مجموعة من التدابير والإجراءات اتخذت حول مخطط الإنعاش الاقتصادي، هناك بعض التدابير على المدى القريب المتوسط والبعيد. أولا أريد ربما استشارتك ورأيك في هذا تدابير مخطط الاستعجالي في إنعاش الاقتصاد. شكرا على السؤال. مرة أخرى مساء الخير السادة المشاهدين. أيضا كنسلف وتكلمنا على مخطط الإنعاش الاقتصادي، وقلنا أنه يجب ترتيب الأولويات، وهذا هو الشيء اللي جاء في التقسيم الكرونولوجي اللي قسمته مجلس الحكومة بالأمس يعني الأربعاء، من حيث الأولوية ومن حيث الأهمية ومن حيث الأولوية والإرجانس، وأيضا الظرف اللي هو ظرف أزمة، ظرف أزمة اقتصادية وأزمة الكوفيد، أزمة الكورونا. الترتيب اللي جاء خلال يعني نهاية السنة الجارية 2020 والسنة سنة 21، ثم مرحلات المرحلة الأخيرة اللي هي متوسط المدى ما بين 22 و24، يعني حتى نهاية العهدة الرئاسية اللي راهي جارية لمونداكور. هذا الترتيب كنا دائما نأكدوا على ضرورة ترتيب الأولويات أو الحالات الاستعجالية. الآن إذا كنت تكلموا عن لارونس إيكونوميك يعني الإنعاش الاقتصادي، معناته هناك مشاريع وهناك عمل للضرورة تلح عليه أو الضرورة تحتم علينا أننا نروح له في القريب العاجل، يعني من هنا يعني لمدة 4 شهور، يعني من تقريب من سبتمبر من الشهر اللي رانا فيه، لأنه العمل كان انطلق خلال وحنا كنا نتبعوا في مجالس الوزراء أنه العمل انطلق في القطاعات الحساسة اللي كلفها سيد رئيس الجمهورية في الاجتماعات الوزارية المصغرة اللي كلفها بعملية إنعاش اقتصادي أو بعث لتشارك مباشرة في تحريك عجلة الاقتصاد، اللي هي المالية، الصناعة، التجارة، كذا القطاعات الحيوية اللي راهي يعني تقع عليها مباشرة تأثير الكوفيد والأزمة الاقتصادية. هذا التقسيم كان تقسيم ذكي وذكي جدا. إذا كان رحنا سهلنا على الحكومة، سهلنا على القطاعات الوزارية أو الدوائر الحكومية أنها توضع خطة عمل أو برامج استعجالية، ثم قريبة المدى، ثم متوسطة المدى حتى نهاية العهدة. طيب ربما هنا أعود إليك أستاذ محفوظ كوبي، والحديث دائما عن التقسيم الذي ربما تحدث عليه الوزير الأول عبد العزيز جراد، المدى القريب المتوسط والبعيد. هل ترى ربما أن هذا التقسيم جاء لأنه ربما قانون المالية الحالي لا يتحمل ربما ميزانية، لا يتحمل أن يكون فيه عدة مشاريع فتم التقسيم، وكيف ترى وتقيم هذا التقسيم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا على الاستضافة. التقسيم طبيعي جدا في أي منهجية عمل أن تكون فيها أهداف على المدى القصير وأهداف على المدى المتوسط وأهداف على المدى البعيد. على كل، بعد عرض مشروع الحكومة ومشروع السيد رئيس الجمهورية خلال ندوة الإنعاش الاقتصادي، تم التناقش وتم تحديد الأولويات من خلال النقاش بين الفواعل الثلاث، اللي هي الحكومة، اللي هي المتعاملين الاقتصاديين، واللي هما أيضا الشركاء الاجتماعيين. على المدى القصير الجزائر تعيش مشاكل نتيجة تبعات الاقتصادية لكورونا، مؤسسة اقتصادية
تعبانة، مؤسسات اقتصادية عندها مشاكل، عندها مشاكل في التمويل، عندها مشاكل في العمل، في العودة إلى سكة النمو. بعد ذلك مشاكل الاقتصاد الجزائري معروفة على كل حال، لأننا النسق غير مرتبط بتأخر نتيجة تبعات كورونا، بل إلى وضع اقتصادي ورث من العهد البائد، العهد القديم، والذي يتميز ببطء النمو. الآن مسألة النمو تطرح نفسها بشكل ملفت للانتباه. إذن أولوية الحكومة على المدى القصير والعودة إلى سكة النمو، والعودة إلى سكة النمو يمر عبر استثمارات في القطاع العمومي، ولكن خاصة استثمارات في القطاع الخاص. إذن العودة إلى الاستثمار مرتبطة برفع القيود عن عملية الاستثمار سواء في القطاع العمومي ولكن الخاص أساسا، والعودة إلى الاستثمار تفرض مشكلة التمويل. إذن الأمور المؤرقة للحكومة هي حل كل العوائق التي طيب أستاذ، ربما قبل أن نمر لمشكل التمويل وكل العوائق التي تواجه الحكومة، دعني أبقى في ربما التقسيم الذي كان من طرف الوزير الأول عبد العزيز جراد في مخطط الإنعاش الاقتصادي، وأريد كذلك أن أستشير الخبير الاقتصادي نبيل جمعة الذي هو معنا عبر سكايب كما سبق وأشرت مع ضيوف المتواجدون معي هنا في الأستوديو، تدابير استعجالية لتفعيل مخطط الإنعاش الاقتصادي والتي قسمت إلى 3 مراحل على المدى القريب أو المتوسط والمدى البعيد. ما رأيك أستاذ؟ اليوم إصلاح الاقتصاد ضروري. لماذا؟ لأن أدوات إنعاش الاقتصاد الجزائري ما وراء حجج مخطط إنعاش الرئيس هي حملة الحكومة. واليوم هذا التقسيم والتنظيم إلى هذا كلاسيكي معروف في المخططات القديمة والجديدة. كل مخططات فيها مخطط استعجالي، مخطط قصير المدى، متوسط المدى، وبعيد المدى. لكن اليوم رئيس الجمهورية تكلم على التسريع، كلمة تسريع والتنظيم، لأن لا يخفى على أحد أن الاقتصاد الجزائري منذ 8 شهر ما شفنا حتى حاجة في الميدان، كل شيء معطل ككامل الدول الأجنبية. كل دول نشوفوا الاقتصاد معطل لمدة 8 أشهر، والسنة أبقى منها 4 أشهر، ثم ثلث تاع السنة. لهذا رئيس الجمهورية تكلم على تسريع الإنعاش الاقتصادي، لأن لا يخفى على أحد هنالك تعديلات، هنالك شفنا بالنسبة خاصة الولات، بالنسبة خاصة المؤسسات الكبيرة، ما زال القطاع المالي والقطاع الضرائب، وما زال كما يقول لك التعديلات الهيكلية. لماذا؟ لأن لهذا كان تقسيم إلى 3 مراحل. هذه 3 مراحل راح نشاهدوا في الأسابيع المقبلة تغييرات أخرى. لماذا؟ لأن شفنا 8 شهور معطل اقتصاد جزائري معطل، والنمو أو الحقل 0.8، وشفنا العجز تاع الاقتصاد. لهذا اليوم رئيس الجمهورية يتكلم على التسريع، ويتكلم على التسريع والإنعاش والتطبيق، تطبيق في الميدان. ما شفنا حتى تطبيق لحد الآن. هاكي تشوف واسمو هذاك لو كايد شارج منذ 8 شهر ما وجدش، دفتر الشروط تاع الصناعة تاع السيارات، كل شيء معطل. لماذا؟ هذه علامة استفهام تاع رئيس الجمهورية توجه للولاد وتوجه الوزراء بالإنعاش. قال لهم لازم اليوم تروحوا للميدان، اليوم الجزائر تستحق الميدان. طيب ربما ما نسحقوش التوجيهات النظرية، موجودة في كل كتب، تجيبي كان آلاف الكتب. اليوم احنا الجزائر تستحق الميدان، تطبيق الاقتصاد إنعاش في الميدان. طيب أستاذ، بما أننا تحدثنا عن الميدان والتسريع، ربما هنا أعود لك أستاذ سعد السلامي. تحدثنا عن المشاكل والمعيقات واضحة في الشق الاقتصادي للبلاد، مع جائحة كورونا تأزم الوضع أكثر ربما، وعلى غرار جميع دول أو أغلب دول العالم. ربما هنا الحديث
عن بعض اقتراح حلول ربما. هل دعم المؤسسات حاليا، نتحدث عن مؤسسات ناشئة متوسطة أو حتى مؤسسات كبرى بالبلاد، هل دعمها من طرف الدولة، وهل تتحمل خزينة الدولة بدعم هذه المؤسسات للدفع بعجلة الاقتصاد بالبلاد؟ شوفي، سؤال دقيق جدا. أنا ربما في بعض الجزئيات ما نتفقش مع تدخل السيد الخبير، لأنه من ظلم أن نقول أنه الاقتصاد كان متوقف، كل شيء كان معطل نهائيا. لهذا الناس كانت تخدم، وتشتو تصريح منذ تقريب 25 يوم تاع وزير المالية كان يقول أنه هناك مؤشرات إيجابية، هناك نمو في مؤشر الاقتصاد. وهذا منين يتأتى؟ هذا تأتى طبعا التجارة، حتى لو كانت التجارة الخارجية معطلة، وإنما السوق الداخلية تحركت. إحنا لاحظنا بعض المؤشرات اللي تخلينا نقوله أنه يمكن أننا نعمل على الأدوات وعلى المعطيات اللي عندنا في السوق المحلية. لذلك نعود نقول القضية تاع الدعم، المشكل أصلا في كامل المشاريع هو مشكل تمويل. مشكل تمويل لما نحدد إحنا الأولويات، من بعد يجي ممكن تبدأ سواء في القطاع الخاص، القطاع العام، مؤسسات صغيرة ومتوسطة أو مؤسسات ناشئة. أنتم الورشة، تعرفوا الورشة تاع إعادة إصلاح قضية لونساج، من وقتاش راهي انطلقت؟ راهي تقريبا في شهر، وراها ندير لها لجنة، المقر تاعها في وزارة المالية، لجنة رباعية في أربع وزارات، في وزارة المتدبع وزارين متدبين ووزاري حقائب. يعني هناك مشروع كامل لإصلاح المنظومة. وبالنسبة أيضا سمعت قضية دفتر الشروط، أنتم تعرفوا أنه نطرح دفتر الشروط تقريبا منذ 10 أيام، نطرحها في وزارة الصناعة، دفتر الشروط تاع الاستثمار تاع صناعة تركيب سيارات ومتاع استيراد سيارات. طبعا هذه الأمور راح تطلب وقت، مش ما بين عشية وضحاها يدخل دفتر الشروط، تجي الناس ويجوا متعاملين ومستثمرين وكذا ويفضوا يديروا الشروط. الناس مازال أولا هناك تخوف، هناك حالة الأزمة، هناك تعطل قضية المواصلات والاتصال وكذا، هناك حتى عملية تسويق هذه الدفاتر الشروط، تسويق العملية في حد ذاتها يطلب وقت. إذا راح نصبر شوية على 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 البرنامج، راح يعمل على وتيرة متصاعدة. كشتو الاجتماعات الوزارية كيفاش راهي مترتبة، يعني بالأسبوع، من الأسبوع لأسبوع كاين اجتماع وزاري، تم ترتيب الأولويات، تمدت التعليمات، تحدث الأهداف، وتحدث أيضا المخطط المرحلي، يعني مستعجل قريب المدى ومتوسط المدى. إذا لا، مش ممكن أن نسود الوضعية. ناس راهي تخدم، ومشاريع راهي تحطت، وبرامج راهي تحطت، وخطط إصلاح راهي تحطت. إحنا ماذا بينا كما يقولوا الناس في العامة نقولوا آمين، وإن شاء الله ديسي لافان لاني، يعني نهاية أجال القانون المالية 2020 راح نشوف بعض النتائج. طيب أستاذ سعد سلامي، سأعود للنقاش مع ضيوفي هنا من الأستوديو المركزي من الشروق الإخبارية، لكن بعد هذا الفاصل الإشهاري. تحدث فيه عن جملة من التدابير التي أقرها الوزير الأول عبد العزيز جراد وفي اجتماعه مع الحكومة أمس الأربعاء، والذي أكد فيه عن اتخاذ التدابير المستعجلة من أجل مخطط الإنعاش الاقتصادي. وسأناقش الموضوع متابعينا الكرام مع ضيوف المتواجدون معي هنا في الاستوديو، والاستاذ سعد السلامي كاستاذ في الاقتصاد. اهلا بك، مساءك سعيد استاذ. اهلا بك، مساء الخير، شكرا. اهلا شكرا. ومعي كذلك الاستاذ محفوظ كوبي كخبير في الاقتصاد، كذلك معي هنا في الاستوديو. اهلا بك استاذ، مساءك سعيد. مساء الخير، مساءك اسعد انت وكل مشاهدي قناه الشروق. شكرا لك. ويلتحق بي كذلك عبر سكايب الاستاذ دبيل جمعه كخبير اقتصادي. هل انت معنا؟ أهلاً بك أستاذ، مساءك سعيد. شكرا لك أستاذ. إذا دعوني متابعينا الكرام أبدأ نقاشي مع الأستاذ سعد سلامي. أنت كخبير في الاقتصاد، ودائما ما ربما الحكومة في اجتماعها أمس مع الوزير الأول عبد العزيز جراد، والذي أكد فيه هذا الأخير أنه في مجموعة من التدابير والإجراءات اتخذت حول مخطط الإنعاش الاقتصادي، هناك بعض التدابير على المدى القريب المتوسط والبعيد. أولا أريد ربما استشارتك ورأيك في هذا تدابير مخطط الاستعجالي في إنعاش الاقتصاد. شكرا على السؤال، مرة أخرى مساء الخير السادة المشاهدين أيضا.
كنسلف وتكلمنا على مخطط الانعاش الاقتصادي وقلنا انه يجب ترتيب الاولويات، وهذا هو الشيء اللي جاء في التقسيم الكرونولوجي اللي قسمته مجلس الحكومه بالامس يعني الاربعاء، من حيث الاولويه ومن حيث الاهميه ومن حيث الاولويه والارجنس، وايضا الظرف اللي هو ظرف ازمه، ظرف ازمه اقتصاديه وازمه الكوفيد، ازمه الكورونا. الترتيب اللي جاء خلال يعني نهاية السنة الجارية 2020 والسنة سنة 21 ثم مرحلات المرحلة الأخيرة اللي هي متوسط المدى ما بين 22 و24 يعني حتى نهاية العهدة الرئاسية اللي راهي جارية لمونداكور. هذا الترتيب كنا دائما نأكدوا على ضرورة ترتيب الأولويات أو الحالات الاستعجالية. الآن إذا كنت تكلموا عن لارولونس إيكونوميك يعني الإنعاش الاقتصادي، معناته هناك مشاريع وهناك عمل للضرورة تلح عليه أو الضرورة تحتم علينا أننا نروح له في القريب العاجل، يعني من هنا يعني لمدة 4 شهور، يعني من تقريب من سبتمبر من الشهر اللي رانا فيه، لأنه العمل كان انطلق خلاله. احنا كنا نتبعوا في مجالس الوزراء انه العمل انطلق في القطاعات الحساسه اللي كلفها سيد رئيس الجمهوريه في الاجتماعات الوزاريه المصغره اللي كلفها بعمليه انعاش اقتصادي او بعث لتشارك مباشره في تحريك عجله الاقتصاد اللي هي الماليه، الصناعه، التجاره، كذا القطاعات الحيويه اللي راهي يعني تقع عليها مباشره تاثير الكوفيد والازمه الاقتصاديه. هذا التقسيم كان تقسيم ذكي وذكي جدا. اذا كان رحنا سهلنا على الحكومه أن سهلنا على القطاعات الوزارية أو الدوائر الحكومية أنها توضع خطة عمل أو برامج استعجالية ثم قريبة المدى ثم متوسطة المدى حتى نهاية العهدة. طيب ربما هنا أعود إليك أستاذ محفوظ كوبي، والحديث دائما عن التقسيم الذي ربما تحدث عليه الوزير الأول عبد العزيز جراد، المدى القريب المتوسط والبعيد، هل ترى ربما أن هذا التقسيم جاء لأنه ربما قانون المالية الحالي لا يتحمل ربما ميزانية، لا يتحمل أن يكون فيه عدة مشاريع فتم التقسيم، وكيف ترى وتقيم هذا التقسيم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا على الاستضافة. التقسيم طبيعي جدا في أي منهجية عمل أن تكون فيها أهداف على المدى القصير وأهداف على المدى المتوسط أهداف على المدى البعيد. على كل، بعد عرض مشروع الحكومة ومشروع السيد رئيس الجمهورية خلال ندوة الإنعاش الاقتصادي تم التناقش وتم تحديد الأولويات من خلال النقاش بين الفواعل الثلاث اللي هي الحكومة اللي هي المتعاملين الاقتصاديين واللي هما أيضا الشركاء الاجتماعيين. على المدى القصير الجزائر تعيش مشاكل نتيجة تبعات الاقتصادية لكورونا، مؤسسات اقتصادية تعبانة، مؤسسات اقتصادية عندها مشاكل في التمويل، عندها مشاكل في العمل، في العودة إلى سكة النمو. بعد ذلك مشاكل الاقتصاد الجزائري معروفة على كل حال، لأننا النسق غير مرتبط بتأخر نتيجة تبعات كورونا، بل إلى وضع اقتصادي ورث من العهد البائد العهد القديم والذي يتميز ببطء النمو. الآن مسألة النمو تطرح نفسها بشكل ملفت للانتباه. إذن أولوية الحكومة على المدى القصير والعودة إلى سكة النمو، والعودة إلى سكة النمو يمر عبر استثمارات في القطاع العمومي، ولكن خاصة استثمارات في القطاع الخاص. إذن العودة إلى الاستثمار مرتبطة برفع القيود عن عملية الاستثمار سواء في القطاع العمومي ولكن الخاص أساسا، والعودة إلى الاستثمار تفرض مشكلة التمويل. إذن الأمور المؤرقة للحكومة هي حل كل العوائق التي طيب أستاذ ربما قبل أن نمر لمشكل التمويل وكل العوائق أقول التي تواجه الحكومة، دعني أبقى في ربما التقسيم الذي كان من طرف الوزير الأول عبد العزيز جراد في مخطط الإنعاش الاقتصادي، وأريد كذلك أن أستشير الخبير الاقتصادي نبيل جمعة الذي هو معنا عبر سكايب كما سبق وأشرت مع ضيوفي المتواجدون معي هنا في الأستوديو، تدابير استعجالية لتفعيل مخطط الإنعاش الاقتصادي والتي قسمت إلى 3 مراحل على المدى القريب أو المتوسط والمدى البعيد، ما رأيك أستاذ؟ اليوم إصلاح الاقتصاد ضروري. لماذا؟ لأن أدوات إنعاش الاقتصاد الجزائري
ما وراء حجج مخطط إنعاش رئيس حملة الحكومة. واليوم هذا التقسيم والتنظيم إلى هذا كلاسيكي معروف في المخططات القديمة والجديدة. كل مخططات فيها مخطط استعجالي، مخطط قصير المدى، متوسط المدى وبعيد المدى. لكن اليوم رئيس الجمهورية تكلم على التسريع، كلمة تسريع والتنظيم، لأن لا يخفى على أحد أن الاقتصاد الجزائري منذ 8 شهور ما شفنا حتى حاجة في الميدان، كل شيء معطل ككامل الدول الأجنبية. كل دول نشوفوا الاقتصاد معطل لمدة 8 أشهر، والسنة أبقى منها 4 أشهر، ثم ثلث تاع السنة. لهذا رئيس الجمهورية تكلم على تسريع الإنعاش الاقتصادي، لأن لا يخفى على أحد هنالك تعديلات، هنالك شفنا بالنسبة خاصة الولات، بالنسبة خاصة المؤسسات الكبيرة، ما زال القطاع المالي والقطاع الضرائب، وما زال كما يقول لك التعديلات الهيكلية. لماذا؟ لأن لهذا كان تقسيم إلى 3 مراحل. هذه 3 مراحل راح نشاهدوا في الأسابيع المقبلة تغييرات أخرى. لماذا؟ لأن شفنا 8 شهور معطل اقتصاد جزائري معطل، والنمو أو الحقل 0.8، وشفنا العجز تاع الاقتصاد. لهذا اليوم رئيس الجمهورية يتكلم على التسريع، ويتكلم على التسريع والإنعاش والتطبيق، تطبيق في الميدان. ما شفنا حتى تطبيق لحد الآن. أكيد تشوف واسمه هذاك لوكايد شارج منذ 8 شهر ما وجدش دفتر شروط تاع الصناعة تاع السيارات، كل شيء معطل. لماذا؟ لماذا؟ هذه علامة استفهام تاع رئيس الجمهورية. توجه للولاد وتوجه الوزراء بالإنعاش، قال لهم لازم اليوم تروحوا للميدان. اليوم الجزائر تستحق الميدان. طيب ربما ما نسحقوش توجيهات نظرية موجودة في كل كتب، تجيبي كان آلاف الكتب. اليوم احنا الجزائر تستحق الميدان، تطبيق الاقتصاد، إنعاش في الميدان. طيب أستاذ، بما أننا تحدثنا عن الميدان والتسريع، ربما هنا أعود لك أستاذ سعد سلامي. تحدثنا عن المشاكل والمعيقات واضحة في الشق الاقتصادي للبلاد مع جائحة كورونا، تأزم الوضع أكثر ربما، وعلى غرار جميع دول أو أغلب دول العالم. ربما هنا الحديث عن بعض اقتراح حلول، ربما هل دعم المؤسسات حاليا، نتحدث عن مؤسسات ناشئة متوسطة أو حتى مؤسسات كبرى بالبلاد، هل دعمها من طرف الدولة، وهل تتحمل خزينة الدولة بدعم هذه المؤسسات للدفع بعجلة الاقتصاد بالبلاد؟ شوفي، سؤال دقيق جدا. أنا ربما في بعض الجزئيات ما نتفقش مع تدخل السيد الخبير، لأنه من ظلم أن نقول أنه الاقتصاد كان متوقف، كل شيء كان معطل نهائيا. لا، هذا الناس كانت تخدم. وتشتو تصريح منذ تقريب 25 يوم تاع وزير المالية كان يقول أنه هناك مؤشرات إيجابية، هناك نمو في مؤشر الاقتصاد. وهذا منين يتأتى؟ هذا تأتى طبعا التجارة، حتى لو كانت التجارة الخارجية معطلة، وإنما السوق الداخلية تحركت. احنا لاحظنا بعض المؤشرات اللي تخلينا نقولوا أنه يمكن أننا نعمل على الأدوات وعلى المعطيات اللي عندنا في السوق المحلية. لذلك نعود نقول القضية تاع الدعم، المشكل أصلا في كامل المشاريع هو مشكل تمويل. مشكل تمويل لما نحدد احنا الأولويات، من بعد يجي ممكن تبدي سواء في القطاع الخاص، القطاع العام، مؤسسات صغيرة ومتوسطة، أو مؤسسات ناشئة. أنتم الورشة، تعرفوا الورشة تاع إعادة إصلاح قضية لونساج، من وقت شهر انطلقت راهي تقريبا في شهر، وراها ندير لها لجنة، المقر تاعها في وزارة المالية، لجنة رباعية فيها أربع وزارات، فيها وزارة متدابة وزارين متدابين ووزاري حقائب. يعني هناك مشروع كامل لإصلاح المنظومة. وبالنسبه ايضا سمعت قضيه دفتر الشروط، انتم تعرفوا انه نطرح دفتر الشروط تقريبا منذ 10 ايام، نطرحها في وزاره الصناعه، دفتر الشروط تاع الاستثمار تاع صناعه تركيب سيارات ومتاع استيراد سيارات. طبعا هذه الامور راح تطلب وقت، مش ما بين عشيه وضحاها يدخل دفتر الشروط، تجي الناس ويجوا متعاملين ومستثمرين وكذا يبداوا يديروا الشروط.
الناس ما زال أولا هناك تخوف، هناك حالة الأزمة، هناك تعطل قضية المواصلات والاتصال وكذا، هناك حتى عملية تسويق هذه الدفاتر الشروط وتسويق العملية في حد ذاتها يتطلب وقت. إذا راح نصبر شوية على 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 البرنامج، راح يعمل على وتيرة متصاعدة. كيف شفتوا الاجتماعات الوزاريه كيفاش راهي مترتبه؟ يعني بالاسبوع من الاسبوع لاسبوع كاين اجتماع وزاري، تم ترتيب الاولويات، تمدت التعليمات، تحدث الاهداف، وتحدث ايضا المخطط المرحلي، يعني مستعجل قريب المدى ومتوسط المدى. اذا لا مش ممكن ان نسود الوضعيه، ناس راهي تخدم ومشاريع راهي تحطت وبرامج راهي تحطت وخطط اصلاح راهي تحطت. احنا ماذا بينا كما يقولوا الناس في العامه نقولوا امين وان شاء الله. استاذ محفوظ كوبي والحديث دائما عن المخطط الاستعجالي للانعاش الاقتصادي، هناك استراتيجيه ربما الجانب النظري موجود وهذا ربما منذ البدايه، الان الحديث وربما ابرز نقطه في ال 11 ملف والذي تحدث عليه الوزير الأول عبد العزيز جراد، وخصوصا في جميع المجالات والقطاعات سواء من المناجم والصناعة الرقمنة، هل ترى ربما أنه الآن النزول إلى الميدان هذا ربما الشيء الأبرز الذي ينقص منذ البداية؟ طبعا الآن كنا تكلمنا أن بعد 8 أشهر تمت صياغة استراتيجية إنعاش اقتصادي، الهدف منها هي العودة بأسرع وقت ممكن إلى سكة النمو، لأن الهدف وش نمو؟ الهدف هو العودة إلى النمو عن طريق العودة إلى الاستثمار. الآن كانت خلال الندوة تم فيه عرض كيف سنمر بأقصى سرعة ممكنة إلى النمو، لذا فإن الأمور على المستوى القصير هي تفعيل الاستثمار في مجالات محددة حسب أولويات معينة. الآن من ناحية الاستثمار في مجال الصناعة فيه وضوح للرؤية سواء في القطاع الخاص أو في إعادة هندسة الاستثمار في مجال القطاع العمومي، الأمور أكثر أهمية. في الأشهر القادمة ستتم فيه صياغة القوانين المرتبطة بالاستثمار بالوكالة الوطنية للاستثمار وتحرير الاستثمار حتى من خلال استقطاب الاستثمار الأجنبي، أمر إيجابي. إذن القضاء على العراقيل الموجودة على المستوى الإداري وعلى المستوى المؤسساتي والتي كانت تجعل من الجزائر وجهة غير محبدة للاستثمار الأجنبي بل وأيضا للاستثمار المحلي، وإرساء قواعد واضحة التي ستمكن من التنافس وإعطاء الأولوية إلى خلق الثروة وليس إلى استهلاك الريح. هذا أمر مهم على الأقل على مستوى محددات الاستثمار في المستقبل. الأمر الثاني كيفيات التمويل، لأن الأمر مرتبط ومهم للغاية. إذن إصلاح مالي عن طريق المرور إلى هندسة جديدة من خلال إصلاح بنكي، إصلاح ضريبي، وإعطاء منطق جديد للتسيير المالي في القطاع العمومي، هذا أمر مهم للغاية. بعد ذلك تحديد الأولويات في مجال الصناعة الصيدلانية تكلم عليها السيد رئيس الجمهورية، وأيضا من خلال إحداث وزارة للصناعة الصيدلانية. نفس الشيء في بالنسبة لقطاع المناجم، والأمر المهم للغاية هي كل الإصلاحات التي ستجسد في مجال قطاع المحروقات أيضا، لأن تفعيل قانون المحروقات الجديد من خلال إحداث جاذبية للجزائر واستقطاب استثمارات أجنبية في مجال المحروقات والصناعة التحويلية في مجال البتروكيمياء هي أهم الأمور الموجودة على مستوى قطاع المحروقات الذي سيظل في المستقبل القاطرة التي ستجر مجال الاستثمار. خليني أقول لك وهو أمر آخر، الأمر الأهمية المولاة إلى التحول الطاقوي وإلى اقتصاد الطاقة، والأهمية أيضا للاستثمار في مجال القطاع المعلومات لزاندوستري دو كومونيكاسيون. إذن الأمر هو نسقي، النظرة تم تحديدها، النظرة هي أحسن بكثير مما كان عليه الحال هذه مدة 8 أشهر. الباقي من خلال الاجتماع الأخير لمجلس الحكومة هو المرور إلى تفعيل القرارات والذهاب من الاستراتيجية إلى البرمجة وتحديد الأهداف والوسائل التي ستمكن من
تحقيق الأهداف الاستراتيجية. تحدثت وهذا هو الأمر مهمة الآن. ربما أستاذ محفوظ كوبي وهي التنسيق وكذلك توحيد العمل. ربما هنا أعود إليك أستاذ نبيل جمعة، ربما على أبرز نقطة كذلك أو من أبرز النقاط الذي تحدث عنها الوزير الأول عبد العزيز جراد أمس في لقائه ومع الحكومة ونقاشه كذلك معها، ربما الحديث عن توحيد العمل وهذا من أجل أسس توحيد وتغيير النموذج الاقتصادي. هل ترى أن تغيير النموذج الاقتصادي هو الحل الأنسب للدفع بعجلة الاقتصاد مجددا بالبلاد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، شوفي الإجراءات بالغة الأهمية لتحقيق الإنعاش الاقتصادي. احنا ما كناش نسودوا في الوضعية، نجاوب الأخ، الوضعية العالمية كلها، كل دول أمريكا أوروبا كلها في مأزق اقتصادي، ماشي غير الجزائر، ما ناش نسودو. رانا نقولوا الإجراءات بالغة الأهمية لتحقيق الإنعاش الاقتصادي، لكن ليس ببرامج كما يقول لك نظرية. اليوم شفنا رئيس الجمهورية يتكلم على تطوير القطاعات، صناعة، المناجم، مخطط العمل، نموذج التنمية الاستراتيجية للشعب. احنا قلنا الإجراءات كانت أهم، ترقية إطار تطوير المؤسسات، تحسين مناخ الأعمال، توزيع الصناعة الوطنية، تطوير صناعة المنجمية، الانتشار الإقليمي للصناعات واستغلال العقار، وضع إطار للتشاور، إجابة ملموسين للملفات الساخنة المطروحة، قضية الوضعية الحالية، وضع القواعد الجديدة، إجراءات الممارسات السابقة. هنا رانا نتكلموا اليوم كما قال الأستاذ كوبي، قال لك التمويل، اليوم إجراءات تمويل، واليوم كما يقول لك المالية، الضرائب، الجمارك. اليوم تكلم رئيس الجمهورية على شباك الوحيد، لازم، لأن كنا احنا في النموذج القديم، علاش اليوم لازم نموذج جديد 100%؟ لأن النموذج القديم كانت عندك الجمارك جمهورية، الضرائب جمهورية، البنوك جمهورية، راك تتعاملي مع جمهوريات. اليوم قد تكلم رئيس الجمهورية باش تبقي الشباك الواحد بين هذه المؤسسات، ليس من السهل. اليوم لازمنا يجب العمل على عدة جبهات تهدف إلى تخفيف من البيروقراطية وترقية الرقمنة في الاقتصاد وعصر النظام البنكي، تعزيز الحوكمة. هادو ما يجوش في المدى القريب ولا المتوسط، هادو يجو في المدى البعيد. كل دول راهي تعاني اليوم، حتى أكبر دول العالم أمريكا راهي عندها عجز تاع 5 تريليون في الخزينة العمومية. احنا ما ناش نسودوا في الوضعية، رانا نقولوا باللي الإجراءات بالغة الأهمية لتحقيق الإنعاش، لكن ليس بالنظري. اليوم لازم نروحوا للميدان. اليوم عندك تطوير صناعات، اليوم الشركات الجزائرية 80% منها راهي في الإفلاس. شفنا اليوم التدخل، ما تكلموش رئيس الحكومة، حتى رئيس الجمهورية تكلم، قال كل شفتوني أنا قوموني، قال قوموني معليش. لهذا احنا نتكلموا ماشي بني ويوي. اليوم راكي تشوفي كل دول الاتحاد الاوروبي، الاحتياط الامريكي نقص نسبه الفوائد الى صفر. احنا ما زلنا النظام تاعنا 3.25 من حين يجوك الاستثمارات باش ديرين انعاش الاقتصادي. اليوم لازم المواجهه، اليوم لازم. جميل استاذنا بالجمعة، ربما سنتحدث الاسواق. نعم، سنتحدث مرة ثانية ونعيد التحليل والنقاش حول قضية الإمكانيات وخزينة الدولة أو المقدرات، الشروق الإخبارية، ودائما والحديث حول المخطط الاستعجالي لرفع الإنعاش الاقتصادي والإنعاش الاقتصادي. طيب، أعيد وأرحب بضيوفي الكرام المتواجدون هنا معي في الاستوديو. دائما ربما الأستاذ نبيل جمعة، وكما سبق وتحدثت مع الأستاذ نبيل جمعة، أعطيك الكلمة أستاذ سعد سلامي، تحدث عن إمكانيات
تحدث عن مقدرات وتحدث ربما عن مخطط استعجالي، وهذا المخطط الذي تحدث عنه الوزير الأول، هل الخزينة العمومية تحتمل هذا المخطط؟ شوفي، أولا أنا والله لا أحب النقاشات الجانبية، ولكن أعتذر من الأستاذ إذا كان فهم أني قلت أنه يعطي نظرة سوداوية. لا، هنا قلنا كمهتمين بالشأن الاقتصادي وخبراء علينا أن نعطي الحقائق والتفاصيل لربما المستمع والمهتم أيضا والطلبة والباحثين اللي ما يقدروش يطلعوا عليها نقدر نعطوها لهم إذا كان بالإمكان. في هذا الإطار فقط قلت أنه كاين عمل، كاين الناس راهي تخدم، كما قال الأستاذ الوضع اختلف عن ما كان سابقا. الآن مرحلة جديدة، مرحلة حوكمة في نظام الحكم جديدة. كنا تكلمنا أيضا على تغيير النظام الاقتصادي، لأنه النظام الاقتصادي السابق أثبت الفشل تاعه. نعود نولي للدقيقة اللي تكلمت عليها، لقضية التمويل أو قضية هل هناك هذه الغلافات الأغلفة المالية اللي ممكن. شوفي، في آخر تدخل لها وآخر رقم مدوا السيد رئيس الجمهورية وحتى السيد رئيس الحكومة، الناس تتكلم على 43 و44 و45 مليار دولار كاحتياط في الخزينة العمومية. احنا مش نتكلموا على مبالغ هينة، لما نتكلم على 1 مليار دولار يكفي باش دير لارولونس، يعني كانطلاقة. اذا الناس ماهيش تهضر من فراغ، وفي هذا المستوى من الحكم، في هذا المستوى من التخطيط، وعلى هذا المستوى من هذه اللجان اللي راهي تحطت، طبعا المحرك الاساسي وشنو هو؟ المال. اذا لو كان ما كانش وجد الغلاف المالي ما نقدرش نهضروا على ان رولونس. معناته الناس اللي راهي تمد في الارقام راهي متاكده انه هناك، حتى رئيس الجمهوريه كان اشار ليها يعني بالاسم، قال انه جماعه في وزاره الماليه ابدوا استعدادهم وتفاعلهم مع البرنامج، خطه الانتعاش الاقتصادي. واش معناته؟ معناته انه الناس كانت اكدت ومدت ضمانات انه المبالغ موجوده. احنا نتكلم على دي مليار دو دولار. الانتعاش الاقتصادي احنا مش رايحين نبداوه من الصفر، احنا عندنا مؤسسه اللي قائمه، مؤسسه عموميه ومؤسسه خاصه اللي قائمه. نبداو بالحديث عن المخطط الذي جسد على المدى القريب. هل بامكان الخزينه العموميه تجسيده في اقرب الاجل بما انه استعجالي استاذ؟ طبعا احنا كذا اذا كان ولينا القانون الماليه 2020 وقانون الماليه التكميلي اللي كان تقريبا مشات عليه كلام انه صرا في التغيير الحكومي وكذا وجاء الوزير الجديد. شوفي، في قانون الماليه التكميلي نقدروا نضمنوا نهايه اجال المحدده لتنفيذ هذه المخطط الاستعجالي في المدى الاستعجالي القريب، يعني حتى نهايه السنه الماليه 2020. الاموال موجوده حتى انطلاقه قانون الماليه 21، ثم تعرفوا انه الناس راح تخدم اديكوفر تقريبا 3 شهور، معناته جونفي فبراير حتى المارس باش يجي قانون الماليه يدخل حيز التطبيق قانون الماليه 21. واش معناته؟ معناته هناك الغلاف المالي اللي يكمل لك حتى تقريبا شهر مارس 21. هذا اذا تكلمنا فقط على المشاريع اللي راهي اصلا مخططه وداخله في المخططات الاستعجاليه. اما الشيء اللي راح يجي في السنه اللاحقه اللي هو قضيه 21، طبعا راح يكون هناك قانون الماليه 21 2021 اللي راح يتحمل هذه. يا باليو دو راتاشمون دو كريدي، مي كاين الغلاف المالي الان اللي يضمننا الانطلاقه في الانتعاش. جميل، ربما هنا اعطي الكلمه للاستاذ محفوظ كوبي. وتحدث كذلك الوزير الاول على تقارير دوريه، ربما كل قطاع وكل وزاره معنيه بتقديمها في كل دوريه وفي كل اجتماع لرئيس الجمهوريه، والذي راح يكون فيه تقييم لكل عمل وكل ربما ما اعطي لهم كاوامر لمتابعه ورصد وتقييم كل عمل، بما انه راح فيه يكون ربما تنسيق وتوحيد الاسس من اجل النهوض بالاقتصاد مجددا ومن اجل نموذج اقتصادي جديد. رايك في عجاله من فضلك استاذ؟ ببساطه ان الان الاستراتيجيه اكبر قدر ممكن هي متاقلمه مع الواقع. الواقع صعب، الواقع فيه شح كبير للموارد الماليه، فيه وضع اقتصادي عالمي سمته الصعوبة ونقص التدفقات المالية ونقص التبادلات التجارية، الأمر اللي أدي إلى مصاعب أكثر وضيق في هامش المناورة للحكومة الجزائرية، وهذا أمر واقعي للغاية. الآن تتكلمي سيدتي عن الوسائل، الآن لا يمكن أن تترجم الاستراتيجية الجديدة إلا إذا غيرنا من الوسائل والمناهج، والوسائل والمناهج هي حوكمة جديدة، هي طرق تسيير جديدة، وهي طرق عمل جديدة. إذا الآن أنت تتكلمي على لو ريبورتينغ، كيف للمسؤولين الفرعيين اللي عندهم مهمة تنفيذ الأهداف، كيف
سيعملون من أجل أن تكون فيه محاسبة وتقييم لعملهم. والتقييم ليس فقط عن طريق اجتماعات دورية، بل عن طريق رقمنة، عن طريق منظومات معلوماتية، عن طريق كفاءات جديدة، لأن الأمر مهم. لو أبقينا على نفس الإطار البشري الذي فشل في توزيع الريع من قبل، لا يمكن أن ننتظر لنفس المنظومة أن تخلق ثروة، لأنها فشلت أصلا في توزيع الريع اللي هو أسهل. إذن أظن أن الحكومة واعية بكل الإجراءات القادمة، والمستقبل ستكون سمته مجموعة من الإصلاحات، سواء في الحوكمة، سواء في طرق العمل، سواء في المنظومات المعلوماتية. وانت سألتيني قبل عن المؤسسات الناتجة والناشئة والرقمنة، إذن الآن هامش كبير لمنظومة اقتصادية يمكن أن تجعل الجزائر أن تعيدها على سكة النمو. المعادلة الآتية للحكومة هي كيف سنعود إلى سكة النمو بنسب محترمة، لأن خصوصا أن ربما نسبة النمو 0.8 ضعيفة جدا، ضعيفة جدا. أقول لك هذه 0.8 ل 2019-2020 سنكون في على الأقل ناقص 3%، وهذا أمر ينبئ بالخطر، لأن نسبة النمو الديموغرافي في الجزائر هي في حدود 2%، التي تستوجب على الأقل من أجل المحافظة على نسبة الشغل والتوازنات الحالية تستدعي نسبة نمو 6%. الأمر فيه من المخاطرة وفيه من الصعوبة لتجعل كما كان يتكلم سينا به، وهو أمر موضوعي، لأن العالم يعيش أزمة وإحنا ماناش خارج هذا النسق، إحنا في ظل هذه الأزمة. تعبئة تقنية أكثر ومصارحة أكثر، هذا هو الأمر البسيط من أجل أن نمر، وهي تضحية كبيرة يجب أن نذهب إليها، لأن إصلاحات ستكون إصلاحات مريرة، وإصلاحات تحتاج إلى تقبل شعبي وإلى تضحية من أجل أن تكون الجزائر غد جزائر النمو وليست جزائر الاستهلاك مرة أخرى. طيب، جميل، جزيل الشكر لك أستاذنا محفوظ كوبي على تحليلك ونقاشك لآخر اجتماع للوزير الأول مع الحكومة. أستاذ سعد سلامي، جزيل الشكر لك على كل المعلومات والتحليل والنقاش. أشكر كذلك الأستاذ نبيل جمعة الذي كان معي عبر سكايب. إذن متابعينا الكرام، ختام النقاش، ألقاكم مع